Donc, Shabam Tchouklou Allah, je suis désolé les personnes qui sont en ligne, d'accord, là le retard, mais comme j'ai dit, c'était un retard, nous avons choisi, mais maintenant, nous avons fait un tour dans le dernier film, pour que vous vous d'accord, nous allons vous dire, nous allons mais من بعد جينا لقات الكيسيون ديال لانستالاسيون ديال تيمز ديال طلعات ديال نزلات فوالا حنا نتوكلوا على الله دابا دونك في كنا حبسنا ديغنييغ فوا جيوبوليتيك انا في لا جيوبوليتيك اوكي دونك سي بون نتوكلوا على الله الشباب ياك فوز بخي مادموزيل مسيو C'est bon? J'ai partagé l'écran avec vous. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit comme l'écran tient? نهيلة ياك نهيلة كنصوني عليك وصلت كلابيل D'accord, tout ça que l'appel. Donc, tu clôt Allah. Alors, la dernière fois, donc, je ne connais pas, je n'ai pas des éléments. Après, je ne connais pas, c'est comment réaliser une carte. Comment réaliser une carte. Donc, faites la réalisation de la carte. Donc, qui va se faire ولا اودي بوكو فا فير اون كارت ولا اودي بالنسبه لكم في هذه المرحله هذه دونك باش انكم تصوبوا اون كارت يعني سي با فوتغ افير يعني الناس ديال الجيوغرافي الناس ديال التوبوغرافي لي جيوغراف هما اللي كيصيبوا الخرائط داكور مي كوم جي دي نتوما الا كنتو فوزالي فير اون كارت ولا الا بوغي اون كارت يعني غتعطاك واحد لا كارت اللي هي فيارج سيبو بلي سيبو بلي اش تعطاك اون كارت اللي هي فيارج داكور هاد لا كارت اللي هي خاويه اش غدير انت انك غتعمرها بدي زيليمون وشفنا بان لي زيليمون اللي باش غنديرو كنتبعو اي ميثودولوجي اي ميثودولوجي هاد لا ميثودولوجي اللي كتعتمد على اول حاجه كتحدد الاماكن لا لوكاليزاسيون كتحدد لي غولييف اللي هما التضاريس كتحدد لي زاكس دو كومينيكاسيون لي زاكس دو كومينيكاسيون قلنا هما عباره عن الطرق اللي كيوصلوا لعند الشخص لا باردون اللي كيوصلوا لعند المدينه ولا اللي كيوصلوا لعند لا ديستيناسيون توريستيك داكور دونك يعني مجموعه ديال لي زاكس روتيير لي زاكس روتيير اللي كنقصدوا بها يعني المسالك الطرقيه او لا الولوجيات او لا الولوجيات بطبيعه الحال دونك هادو اللي كنا شفنا البارح زائد لاميناجمون زائد لاميناجمون تاع ليسباس زائد لاميناجمون تاع ليسباس دابا هنا عاوتاني الشباب ياك واحدة أخرى عائشة مولود تبعو فهادي إلا بغيتو داكور دونك جي دي عندك ليسباس لاميناجمون يعني التهيئة الغرافيزم أهم حاجة سي لو غرافيزم إلهام حتى نقولو الغرافيزم قلنا البارح مثلا عندك طنج ولا دي سامبول دونك شي حاجة عبارة عن رموز دي سامبول عبارة عن دي بتي ديسان مي كل ديسان خاصك ديرو فين راسها غديرو في لا ليجوند ليجوند هو هي المفتاح ديال الخريطه ابخي شفنا لو توريزم ليتورال اي حاجه عندها علاقه بالتوريزم ليتورال وهضرنا بزاف على التوريزم اللي هو بالينيير اللي هو السياحه الشاطئيه او بوغ دو لا مير قلنا شنو هي السياحه الشاطئيه شفنا لي براتيك كومبليمونتير اللي كيتماشوا معاها وسورتو ثلاثه ديال لي زيليمون اللي هي لا تالاسوثيرابي تيرماليزم اي لي سبور نوتيك داكور التلاسوثيرابي شنو هي؟ هي انك ولا التيرماليزم هي سي معالجه بالمياه ديال لو دو مير بحر داكور عندنا التيرماليزم حتى هي المعالجه مي بدي برودوي ناتوريل دو لا مونتاني
واش بدلت لا مونتاي؟ نو ماشي بالضروره يكون الجبل. المهم ما كيتبازاش على لي برودوي دو لا مير، ماشي المواد اللي كتخرج من لا مير. اي بيان سور قلنا سبور نوتيك داخله كفيل اللي هي كمدينه سياحيه كتعتمد على لي سبور نوتيك، الرياضات اللي هي بحريه اون جينيرال. شفنا توريزم انسولير، قلنا توريزم انسولير هو التوريزم ديال لي زيل ديال الجزر. عطينا كمثال البارح قلنا المالديف، ما المالديف يعني كاين مجموعه تاع الجزر في العالم اللي هي سياحيه با اكسيلونس. واخر حاجه شفنا توريزم لاكوستر. توريزم لاكوستر سي كوا؟ سي توريزم ديال لي لاك، ديال لي لاك بطبيعه الحال. في لو ماروك كاين عندنا بليزيور تيب دو لاك، عندنا مجموعه تاع دي لاك ماشي حاجه كثيره بزاف، مي عندنا دي لاك اللي هما ارتيفيسيال، بحيرات اللي صناعيه عباره عن براجات، باسكو باراج هو عباره عن بحيره. داكور، شنو هما لي زاكتيفيتي اللي كيكونوا فيه؟ كتكون فيه لا بيش الصياده، تيكونوا فيه دي زاكتيفيتي اللي هما مثلا جو سي با كوا، دوك لي بتي فيلو، الرياضات اللي كتكون مائيه ولكن بسيطه، ماشي بحال البحر. البحر نقدروا نديروا فيه الويند سيرف، الكايت سيرف، السيرف، علاش؟ حيت كيكونوا فيه دي فاك، كيكونوا فيه امواج. Okay. Maintenant, on va aller à un autre sujet. Laissez toujours au niveau des espaces, mais cette fois-là, au niveau des espaces montagnards. Donc, on va distinguer les moyens et les hautes montagnes. On a fait la partie du module, sur les reliefs, sur les tadares, sur les jibels, sur les... Donc, pourquoi? Pourquoi on a fait? C'est tout simplement parce que, comme je l'ai dit, on a la géographie, c'est le مصدر ديال السياحة. لا جيوغرافي المصدر ديال السياحه. تقول لي استاذ انا مراكش، الناس كيجيوها على حسب المآثر التاريخيه، ولكن داك المآثر التاريخيه دوك الناس اللي بناوهم اعتمدوا على داك لا جيوغرافي ديال داك المدينه اللي سمحت لهم انهم غيعيشوا تما كاين، ماشي غير تبناوها هكاك، بناها بانها غتسمح لهم انهم يعيشوا في هذيك البلاصه. دونك لا جيوغرافي هو اول اليمون، اول اليمون في السياحه، زائد لي زاكتيفيتي الانشطه ديال لومان، الانشطه الاقتصاديه ولا الصناعيه ولا الانشطه اللي كيديرها الانسان. بيان سور مشات الكونيكسيون ياك؟ دونك كتمشي كونيكسيون كتجي، دونك سي لا حول ولا قوه الا بالله. الوغ ليسباس مونتاني دون لي بيي ديفلوبي كوني دو تيب دو فريكونتاسيون كاركتيريستيك تري كونتراستي. في العالم اون جينيرال كاين عندنا لي مونتاني، هاد لي مونتاني كنلقاو فيهم دو تيب ديال لي زاكتيفيتي، دو تيب ديال لي زاكتيفيتي. اون اكتيفيتي كتكون ريستخانت، كتكون مده تاع شهرين ثلاث شهور، اللي هي اكتيفيتي ديال لا نيج، عندها علاقه بلا نيج، عندها علاقه بالثلج. داكور، دوزيام اكتيفيتي كتكون توتو لونغ تاع 9 شهور، اللي هي عندها علاقه باش؟ عندها علاقه بلافونتور، بالمغامره، عندها علاقه بلا ناتور. الوغ دونك دون لي مونتاين كوني دو تيب دو فريكونتاسيون، ترددات سياحيه اللي هي كونتراستي، كونتراستي اللي هي متباينه، واحد المرحله في السنه كيكون الثلج، واحد المرحله كتكون الطبيعه. دونك لون هاد لي دو، اون فيهم او سبور ديفير، الرياضات اللي هي شويه اللي سيغتو عندنا مع سكي. داكور، كونسيرن سكي كونسيرن اون بوبولاسيون اسي ريستخانت، واحد الاجزاء نتاع الناس اللي كيتمشاو كيديروا داك الرياضات اللي هي جبليه او لا سكي او لا لي سبور ديفير. شنو هو السبب؟ شنو هو السبب؟ باسكو في ليفير ما كيكونوش عندنا دي كونجي، في ليفير تيكون لو فخوا، في ليفير الناس كيحاولوا ايليميتيو لي ديبلاسمون تاعهم، ما كيسافروش بزاف، داكور، باسكو كيكون مكلف اكثر، اوكي؟ الوغ واحد النسبه في لا بوبولاسيون ولا في لي بيرسون ولا في لي كليون هما اللي كيسافروا، اوكي؟ لو غيست كيسينو اش؟ كيسينو لا بيريود استيفال، كيسينو لا بيريود استيفال اللي هي كتبدا من الربيع حتى الصيف، اللي كنقصدوا بها كيدار تما كاين بيان سور انشطه اللي هي عندها علاقه مع لافونتور، مع المغامره، او لا مع كوم جي دي مع لا ناتور. دونك الوغ سور اون بيريود ايل ميم ريستخانت اللي هي الاولى سبور ديفير، اي سور ان تيريتوار ايتخوات لوتر اللي هو اسونسيالمون استيفال، هذه الحاله الثانيه التيب الثاني تيكون استيفال صيفي، سوسيبتيبل دو كونسيرني لونسومبل دو تيريتوار دو لا مونتاني، باسكو لا مونتاني كتلقى جبل راه با فورسيمون ان الجبل كيكون كله عامر بالثلج، تقدر تلقى واحد لا مونتاني لا مواتي فوقانيه فيها ولا مواتي تحتانيه ما فيهاش، مي اون فوا تنقولوا الصيف يعني كيهمنا لاكتيفيتي اللي كتكون في الثلج في الجبل من السفح حتى لعند القمه. وهاد لا بيريود استيفال يعني كتبدا كوم جي دي من الذوبان تاع الثلوج، يعني من فصل الربيع
حتى الفصل ديال الخريف، يعني ثلاثة ديال الفصول بمعنى تسعة ديال الأشهر فاش كيكون عندنا هاد لاكتيفيتي ديال لافونتور ديال لا ناتور. لي تري غروند اي لي غروند ستاسيون ديسبوز دان نيجمون فهاد لا بارتي باش خدامين. لي تري غروند اي غروند ستاسيون، ستاسيون ديال اش؟ ستاسيون ديال لي ستاسيون توريستيك اللي فيهم اللي كيكونوا في الجبال، داكوغ؟ لي غروند مونتان ديسبوز دان انيجمون غارونتي، يعني الجبال اللي كتكون عند القمم العليا تيكون عندها لينيجمون. لينيجمون جايه من لا نيج، لا نيج هو الثلج، يعني كيكون الثلوج بكثافه وكيكون غارونتي، كيكون مضمون يعني عام على عام، داكوغ؟ دو فاست دومين سكيابل، تيكون دمت مال براتيك ايل براتيك لو سكي اي دون امبورطونس بريزونس كوميرسيال، كنلقاو فيها مجموعه تاع دي زونتربريز، كنلقاو فيها دي زوبرج، كنلقاو فيها دي جيت، كنلقاو فيها دي ريستوران. وي بيان سور كاين في موفا les très grandes et les grandes stations disposent d'un enneigement gratuit. Donc la page 92 بالنسبه للي جون اللي هما اون لي، لا باج 92 راه كاينه لا لي بارتي الاخرين، راه كاين فيهم هاد لي تخوا بارتي اللي كنشرح دابا. دونك الوغ قلنا عندك دي تري غران دي غران ستاسيون ديسبوز دان نيجمون غارونتي، تيكون فيهم الثلج دائما. دو فاست دومين سكيابل، سكيابل جايه من لو سكي، داكوغ؟ سكيابل جايه من لو سكي، دي زاكتيفيتي سبور ديفير افيك اون امبورتونس بريزونس كوميرسيال. امبورطون بريزونس كوميرسيال قلنا هما عباره عن دي جيت، عن دي رولي، عن دي شومبر دوت، عن دي زوبرج، بمعنى دي زيتابليسمون دي بيرجمون توريستيك، زائد دي اجونس دو لوكاسيون دو ماتيريال دو سبور. يعني انت داك لي باتان باش غتطلع دير السكي ما كافيك، ما تمشيش تضر انك غتشريهم، مي ممكن انك غادي تكريهم، تكري لي باتان، تكري كلشي كاين تما كاين. دونك يعني كيكون عندنا دي زاكتيفيتي كوميرسيال. Leur image est excellente pour les qualités des skis. Donc, le Qimam al-Ulia, les très grandes et les grandes stations, donc, qu'est-ce qu'on a avec l'excellence? Elle est excellente pour la qualité pour le ski, parce que le massacre qui compte à Will, bien sûr. Décolonisation fait défaut en moyen altitude et le bénéfice d'un déplacement de clientèle au détriment des stations moyennes ou petites. بمعنى ان عندك اون فوا تيكون عندنا داك البلايص ما كيكونش فيهم الثلج، دونك كيس كي فون لي كليون اي فون فيغ دي ديبلاسمون بور الي او لعند لي بوتيت لعند لي مويان الا ما فيهمش الثلج ولا فيهم الثلج. بمعنى جو سي با كوا، مثلا دابا حنا عندنا في لو ماروك معروف عندنا واحد ستاسيون ديال اوكيمدن، اوكيمدن في زونفيرون دو مراكش، واش داك اوكيمدن هي اللي كاينه بغيتي تمشي دير السكي غتمشي لاوكيمدن هي اعلى قمه فيها الثلج؟ نو، تقدر تمشي مجموعه تاع القمم اللي كيكون فيهم الثلج واخا كيكونوا صغار وكيكونوا مويان. مي لوبجيكتيف شنو هو؟ لوبجيكتيف نتاع هاد لابارتي نتاع لي مونتان باسكو كي اتيريو لي توريست. وهادوك لي ستاسيون دو سكي علاش كيداروا؟ بوركوا؟ باسكو كتلقى اغلبيه نتاع الناس اللي كيسكنوا في الجبل عندهم اون سول اكتيفيتي، هاد السول اكتيفيتي اللي عندها علاقه باش بلاغريكولتور، اما الفلاحه او لا الباتوراج او لا الرعي. اوكي، دونك في الوقيته نتاع الشتاء الفلاحه ما كتكونش، في الوقيته نتاع الشتاء الرعي ما كيكونش، كيدخلوا المطاير نتاعهم الاغنام نتاعهم كيدخلهم كيسدوا عليهم. الوغ كيس كيل فون فير؟ كيستغلوا الفتره نتاع الثلج بو كيل فون فير كوا، باش انهم يديروا واحد الرواج اللي هو تجاري في دوك لي ريجيون. يعني كتكون عندك اون سورس دو بلوس، مصدر ديال الرزق اللي هو سي ان دو بلوس. لي ستاسيون مويان
sont souvent situées aux moyennes montagnes. Les stations moyennes qui sont dans le Moutawsita, le Jibal Moutawsita, ils sont confrontés au risque d'une part de clientèle attirée vers les grands domaines skiables ou d'autres lieux de vacances. هاد المناطق اللي كتكون ارتفاع فيها اللي كيكون قليل بيان سور ما كتكونش عندك لا كاليتي نتاع السكي حيت باش انك تطلع لواحد القمه جبليه فيها واحد 3 كيلومتر وانت هابط بالسكي يعني كدوز اطول مده ولكن مشيتي لواحد المرتفع اللي فيه واحد 900 ولا 800 متر وغادير فيه السكي يعني غتوصل بالزربه يعني ما كيكونش داك ما كتكونش داك لومبيونس ولا ما كيكونش داك الحماس اكثر داك دونك سوا لي كليون ايل بريفير يمشيو لهادو سينو il cherche des autres lieux les fait plus de qualité ديال البيزاج وديال la nature d'accord donc alors le فرق وحدين كاينين كي يوفروا جميع الامكانيات ديال لي سبور نوتيك وحتى نقولوا سبور نوتيك باش تطلع لواحد القمه جبليه في الثلج اما دموزي مسيو في الثلج والقمه الجبليه كتبعد 3 ولا 4 كيلومتر وفي الثلج سي كو شوز اللي هو امبوسيبل سي كو شوز اللي هو امبوسيبل دونك اش كنديروا تما كي كنديرو تما كاين سكون ابل تيليفيريك عرفتو تيليفيريك شنو هو تيليفيريك تيكون واحد البودرات داكو تيكونوا سلوكا وكيكونوا دي كابين كيهزوا الناس كيهبطوا من السفح لعند الارتفاع داكو كتخلص واحد القدر من المال باش كتطلع بالزربه منا انك تي فا فوغ لي بيزاج كتمنظر ومنا بيان سور كتوصل بالزربه باش انك دير سكي اطول مسافه ولا اطول مده بالنسبه لي بوتيت لي تري بوتيت ستاسيون se tourner vers une clientèle régionale ou proximité. Donc, elle est très grande pour les touristes internationaux. Tout le monde qui y vit. Pour elle, il y a moyen, surtout le tourisme national et un peu international. Pour les petites et les très petites stations ou les primam, donc surtout la clientèle régionale, ديال الناس المنطقة أو لا دي بروكسيميتي أو لا الناس اللي قرابين من دوك المنطقة بحال مثلا دابا في مراكش راه كيجيو الناس من المغرب كامل يقدر يمشيو الناس من أكادير يقدر يجيو الناس من وجدة يقدر يجيو مثلا غادي يمشيو لإفران إفران ما فيهاش قمم اللي هي مرتفعات اللي هي كثيرة بزاف كبيرة بزاف مي كيجيو الناس ديال لا ريجيون تما كاين دونك ستاسيون بوتيت أو تخي بوتيت سون تورني فيغ كليونتيل ريجيونال أو دو بروكسيميتي contenu pour certains l'investissement le roi hasardieux le problème les qui font le climat jabalia li sghira y a l'investissement le mousmirin va dire واحد الاستثمار mais il va être hasardieux hasardieux j'aime le mot hasard واش هو hasard l'hasard كنقولوا par hasard الزهر لا لا ما ورد دونك الزهر وي سي فري تنقولوا الحظ فوالا الحظ La chance, merci beaucoup, tu vois que là. Donc la chance, ça veut dire quoi? Tu peux dire que tu as investi dans ton chèque. Ou tu as acheté 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je ne sais pas ce que tu as fait. D'accord, pourquoi? Parce que les très grandes et les grandes stations disposent d'un alignement. Comment elle est garantie qu'il y a un دائما القمم العليا مي في لي مويان او سورتو البيتي ولا تري بيتي عند تقدر يطيح الثلج يقدر ما يطيحش الثلج دونك اي مونتر ا لوكازيون دي زاليا كليماتيك دونك علاش ما كيطيحش الثلج باسكو كيكونوا عندنا دي زاليا دي كونترانت عراقيل داكوغ اللي هي كليماتيك يقدر يكون الجفاف يقدر ما يطيحش الثلج تما دونك غادي تخسر الفلوس نتاعك لانفيستيسمون نتاعك لو فراجيليتي ايكونوميك لو رونتابيليتي اي لو باز كابيتاليستيك ايتي انسيفيزون بور لي سيبورتي كتلقى هادوك الناس لي زانفيستيسور اللي كيديروا لانفيستيسمون نتاعهم تما كاين دونك سي هازا يقدروا انهم يربحوا يقدروا انهم يخسروا بوركوا باسكو ليكونومي نتاع داك البلاصه اي لي فراجيل اللي هو هش شنو هو السبب نتاع علاش غندير البروجي نتاعي فواحد لا بتيت ولا تري بتيت مونتاني شنو هو الهدف نتاعي سكي طاح الثلج انا رابح ما طاح الثلج انا خاسر الوغ سوا باسكو سون سيتوي دون دي زون فراجيل دو مونتاني سونسيبل دو ديبوبلمون هاد المناطق اللي هي تري بتيت ولا بتيت ودرتي نتا شي انفستيسمون نتاعك ما غاديش غادي ما غاديش تكون لا رونتابيليتي مزيانه شنو هو السبب سوا انك كتموقع سو سيتوي دون دي زون فراجيل دي مونتاين سونسيبل او دي بوبلمون كتلقى مناطق جبليه ما مأهولاش بالسكان مثلا غتقدر تمشي تخدم في واحد القهوه تقدر تخدم في واحد القهوه يخدمك ولا في واحد الريستورون وسط المدينه يقدر تخدم بواحد 3000 درهم مثلا اوكي ولكن الا مشيتي انت باش تخدم في واحد الاغ دو غوبو
اير دو روبو هي باحات استراحه اللي تيكونوا في لوطوغوت بين مدينه ومدينه مئات الكيلومترات بشحال غيخلصوك تما كاين غيخلصوك الدوبل ربما تريبل بوركوا باسكو البعد حاجه الاولى انت وسط لافي تقدر تشري قهوه ب 8 دراهم ب 10 دراهم ولكن وسط دوك لي زير دو روبو تشري قهوه ب 20 درهم ب 30 درهم دونك الثمن كيغلى بوركوا باسكو كيكونوا عندنا بزاف ديال لي شارج علاش حيت داك البلاصه فاش كتجي داك ستاسيون نتاع لوطوغوت نتاع اير دو روبو داك بحال الاستراحه ما كيكونوش فيها الناس ما كيكونوش حدا مدينه ولا حدا قريه ولا يعني كتكون بلاصه دي بوبلي ما فيهاش السكان دونك هنايا عندك تزاد انت كتقدر يكون عندك الخساره الا درتي ان بروجي نتاعك في لي بوتي تري بوتي ستاسيون اوكي او لاغريكولتور نو بو بلو اسوري سول لو سيرفي دو ليكونومي او لا فلاحه نتاع داك المنطقه ما كافيهش اصلا باش يعيشوا فيها الناس ماليها عاد باش غادي تزيد عليها لي توريست دونك غادي تزادوا لي شارج غادي يكون لي بري طالعين دونك الناس ما يجيوكش soit parce qu'il contribue à l'attractivité industrielle ou tertiaire d'agglomération voisin. Ou là, quelqu'un a dit que les gens qui sont très petites comment il est il contribue à l'économie de la place, mais à l'économie de la place qui s'en fait. C'est une tijara. Une siyaha qui n'a fait une nisba qui est qalila, jitten ou jitten. OK. نعاودو نبداو من الاول قلنا لي مونطاني كيما شفنا لي طوغا البارح البحر داكو قلنا السواحل كيساهموا في السياحه بواحد الدرجه اللي هي كبيره لي مونطاين اوسي وحتى نشوفوا لي مونطاني مع البحر مع الصحراء هما شنو هما هما دي كونديسيون اللي هما جيوغرافيك لا جيوغرافي نعاودو نرجعو فين مشينا اول مره باش بدينا هضرنا على توريستيفيكاسيون هنايا علاش هضرنا قلنا باش تسمى واحد المدينه عندنا سياحيه خص يكونوا عندنا لي فاكتور اللي هما كي ناتوريل شنو الفاكتور ناتوريل لا سيتوياسيون اللي هي جيوغرافيك زائد كوا دوت زائد لي غولي في التضاريس زائد الكليما يعني السياحه كتبازا بزاف على تو سكي جيوغرافيك اون جينيرال زائد ما هو ثقافي ما هو تاريخي ما هو اقتصادي انسي دو سويت كاين شي سؤال يا شي كيسيون نو با دو كيسيون اوكي Maintenant, on va aller dans les espaces urbains. Je fais la montagne, maintenant je fais les villes. D'accord ? C'est la partie des villes, donc il y a deux fois. Les espaces urbains, les villes au monde, comment sont les villes au monde ? Je fais les villes au niveau marocain. Les villes au niveau marocain. Qui peut dire les villes au niveau marocain ? Surtout les villes touristiques. Maintenant, on a la ville de Fès. Qu'est-ce qui est la ville de Fès? La ville de Fès, on a le tourisme culturel. Le tourisme culturel, c'est qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce comment elle est construite? La ville ancienne de Fès, ou de Marrakech, ou de Mknas, ou de Sawera, comment elle est construite? Il y a d'abord le sens, d'accord? On a les villes anciennes, elles sont construites عندهم واحد المغاي عندهم واحد الصور والزناقي لي بتيت غويال كيكونوا زناقي صغارين في السونتر كتكون اما سوا عباره عن دائره اولا مربعه مدينه مربعه تيكون عندك في الوسط مركز تجاري في الاطراف يعني الحرفيين في الجنب كيكونوا السكان يعني عندك واحد لاركتيكتور عندك واحد الهندسه ديال داك لا فيل كتسمى عندنا لا فيل اللي هي مسلمان فيل اللي هي مسلمان كتبازا على واحد الحاجه شنو هي المسجد كيكون في الوسط ديال المدينه دونك هذا او نيفو ماروك ولا او نيفو نتاع لو موند عرب اي مسلمون بالنسبه لي زوتر فيل في لو موند اونتي كتختلف الاركتيكتور الوغ لو كونسيبت دي فيل دون لو موند غادي نشوفو تقريبا كلكو فيل ثلاثه ديال الانواع نتاع لي فيل اللي غنقدروا نشوفوهم عندنا اوجوردي دون لو موند بليزور كاتيجوري دو فيل peuvent être présentés avec les caractéristiques communes et transversales. L'alam qui est le mdoun. Cet mdoun qui chabou fmjmoua djel hwaij en commun, moumayizat, ou qui moumayizat les transversales d'arou l'khsat koun. D'arou l'khsat koun. حيت نقول مثلا بعض المرافق العموميه مثلا لي جاردان مثلا لي زوبيتو مثلا لي كوميساريا مثلا لي ليسي لي كوليج لي فاكولتي يعني مرافق عموميه كنقدروا نلقاوها في جميع المدن داكوغ بدرجات مختلفين
مي مثلا غنشوفوا كازا كمدينه اقتصاديه فيها واحد العدد كبير نتاع لوزينات، الا جينا نكومباريوهم مع لا فيل دو بوجدور، مع لا فيل دو بوجدور حتى دخلت تبارك الله عندها لوزينات داك، الا نكومباريو افيك لا فيل دو بوجدور شنو كنلقاو؟ كنلقاو لا فيل دو بوجدور عندها انشطه اقتصاديه ما كتعتمدش على الصناعه، يعني لوزينات فيها شي حاجه بريسك نقدروا نقولوا ما نقولوش منعدمه ولكن قليله قليله شبه منعدمه. دونك يعني كاين عندنا دي شوز اللي خصهم يتوفروا في جميع المدن، وكاين عندنا دي شوز اللي هما ترانسفيرسال كانوا خير ما كانوش سي با زان بروبليم. دونك دي كاركتيرستيك كومون اي ترانسفيرسال كيل كو سوا لي بيي اون بو لي موديليزي دو فاسون كيما كان النوع نتاع الدول داكور. كنقدروا حنايا غادي نشدوا هاد المدن ونكلاسيوهم في جوج ديال الانواع ديال المدن، اما لي فيل اوروبيان ولا لي فيل هما امريكان. لي فيل اوروبيان لي فيل امريكان شنو هو السبب؟ سي كوا لا ريزون امينه؟ علاش كنقولوا لي فيل اوروبيان بالضبط؟ هضرنا على لي فيل اوروبيان ولا غنهضروا عليهم او لي فيل امريكان؟ شنو الفرق بيناتهم؟ شنو الفرق بيناتهم بين زوتر فيل؟ سي تو سامبلومون اغلب نتاع الدول العالم ايزيتي كولونياليزي، كانوا مستعمرون. شكون الاستعمار اللي كان سايد في العالم؟ الاستعمار اللي هو اوروبي. اوروبي كانوا كيجيو كيستعمروا او ميم طون اش كيديروا؟ كيبنيو دي فيل على حساب اش؟ على حساب الطريقه اللي باش بانين هما في بلادهم. داكور؟ عاد من بعد حتى لي زاميريكان حتى هما كانوا انتقلوا مجموعه تاع الدول، سواء الانتقال اللي هو استعماري واخا ما كانش استعماري، او لا انتقال اللي هو ديال الثقافه، ولاو الناس كيقلدوا لي زاميريكان. داكور؟ لي زاميريكان باردون. مثلا عندنا غنجيو نشوفوا كازا، قنيطره، الرباط، سله، تماره، محمديه، نواصر، وزيد سته ربما كاع. بحال كنجيو كنشوفوا هاد سته ولا سبعه نتاع المدن، شنو تيبان لينا؟ سته ميتروبول، اما ميتروبول ولا ميغابول. شنو معنى تاعهم؟ كتخرج من سطات كتدخل لكازا حاسرك راك مازال في سطات، انت كنت كيف سلا راك في الرباط، راك في الرباط راك في تماره، يعني مدينه اش كتعطيك مدينه؟ مدينه كتعطيك اون اوتر فيل. وهاد لو سيستيم تاع لي ميغابول ولا تاع لي ميتروبول فين بلاصه كنلقاوهم؟ كنلقاوهم في لاميريك. كتقدر تلقى على مسافه نتاع 300 كيلومتر انت غادي وسط المدن، مدينه مع مدينه مع مدينه مع مدينه مع مدينه. دونك هذاك الموديل امريكا ولا كنطبقوه في المجموعه تاع الدول، ماشي عن طريق الاستعمار مي عن طريق التجربه اللي كتبان مزيانه وكتطبق عندنا. ماشي عندنا جوستومون في المغرب مي كتطبق في مجموعه ديال لي بيي. دونك هذا هو علاش هضرنا نشرحوا لي فيل اوروبيان اي لي فيل هما امريكا. دونك لي فيل اوروبيان ولا لا فيل اوروبيان، ليستواغ اي لونسيانتي دو باتريمون باتي سو تخادوي باغ لوبوزيسيون انتر لو سونتر هيستوريك اي لي بيريفيريك اللي هما سبيسياليزي. بحال الشكل ديال مراكش، بحال الشكل ديال فاس، بحال الشكل ديال الرباط. شنو كتلقى وسط المدينه؟ مراكش مثلا، شوفوا مراكش اول مدينه بلاصه تبنات في مراكش هي المدينه اونسيان، لا فيل اونسيان. من بعد ولات عندنا هذه كتسمى سونتر هيستوريك، مركز اللي هو تاريخي وثقافي، المدينه القديمه. عاد من بعد ولينا عندنا لي بيريفيري. شنو لي بيريفيري؟ لي بيريفيري هما البلايص المحيطين بالسونتر بالمدينه القديمه. مراكش كلكم كتعرفوا مراكش، كاين عندنا المدينه القديمه، جامع الفنان، المدينه القديمه والصور وباب الدكاله. من بعد شنو حداها؟ حداها غليز. كيفاش داير غليز؟ شي حاجه جديده. حدا الجهه الاخرى ديال شارع محمد السادس مولاي عبد الله قديما، شنو كاين فيه؟ ما كاين فيه غير دي زوطي، ما كاين فيه غير دي مول. من الجهه اللي الاخرى من ليه كاين عندك المزار، كاين عندك جي طريق المطار، جي يعني سافي ديال كوا. كتلقى لو سونتر مركز المدينه اللي هي هيستوريك ثقافي، والنواحي اللي كاين دورين بها اما تكون تجاري مثلا النواحي تاع غليز شارع محمد السادس، او لا من بعد منهم جيت اكدر تما كاين شنو كاين عندنا؟ تما كاين عندنا دي زوطيل، المزار راه كنهضر على اسئلكم راكم عارفين مراكش داك، كاين عندكم المزار، ومن بعد المزار كاين عندكم تما كاين اكدر كاين مناطق اللي سكنيه. دونك هذه هي لا فيل اوروبيان دايره بحال هكا في لوغوب. الا ميم شوز حنا خدينا مراكش لقينا سي لا ميم شوز. غادي نشوفوا باغي، شنو غنلقاو في باغي؟ في باغي غادي نلقاو السونتر، غنلقاو لا تور ايفيل، غنلقاو لي شونزيليزي، غنلقاو لا كاتيدرال، يعني جايين في الوسط ومدورين بهم. شنو مدورين بهم؟ مدورين بهم احياء اللي هي صناعيه ولا تجاريه ولا اقتصاديه وبيان سور سكنيه اي انسي دو سويت. دونك لي سونتر هيستوريك سي رويال سي مونيمون هيستوريك دي كارتي بيتون. رجع لي لمراكش اللي كتعرفوا، شنو كنلقاو وسط ديك المدينه القديمه؟ كنلقاو لي رويال. كاين فرق عندنا بين
boulevard ou avenue ou rue, ruelle. Boulevard, mais c'est pas qu'on boulevard, l'ouelle. شارك كبير يقدر يهز حتى 4 تاع الطوموبيلات يقدر يهز حتى 6 تاع الطوموبيلات غادي تلقى حدا 3 غادي 3 جايين تيكون كبير افوني تيكون اقل منه غي مثلا زناقي اليوم صغارين غيال اليوم كيكونوا زناقي اليوم اصغر واش ممكن يمشيو فيهم لي فواتور نو تبعني هاد لي مونيمون تاعهم هذيك دي كارتي بيتون كارتي اللي هي بيتون شنو هي بيتون ميرسي بوكو Mais il peut entrer dans la ville avec un moyen de transport à part des bicyclettes. À part des bicyclettes ou là à pied. Qu'il y en a à Paris, qu'il y en a à Berlin, qu'il y en a à London, qu'il y en a à Roma, qu'il y en a à Marrakech. Donc le style européen, on a adapté. Il y a un style marocain. Mais il y a une ville avec une ville avec un style européen. Donc je reviens, les centres historiques, les ruelles, les monuments, historique, les quartiers piétons sont une caractéristique visible, de la ville européenne. Donc, à Domel, Ashkan, tu as les villes européennes, comment elles sont pavées de l'Hab. Au niveau, tu as les villes américaines. Les villes américaines, c'est tout à fait différent. C'est tout simplement le cadre où les villes américaines, elles sont nouvelles, elles sont modernes. Mais elles ont des monuments historiques. المونيمون هيستوريك اللي غادي تجي لامريكا تقول لهم عطوني شي مأثر تاريخي حنا عندنا تبارك الله مآثر تاريخيه كتعود القرون عشرات القرون مثلا غادي نمشيو نشوفوا مصر عندها مئات جو سي با كوا مئات ربما القرون غادي نمشيو للحضاره الصينيه حتى هي وكذلك غادي نمشيو للحضاره البابليه في العراق في سوريا يعني كاين عندنا حضارات مي او نيفو ديال لامريك ما كانوش جو بار ديال لامريك لوزا داكور ما كانش عندنا حضاره تما كاين شنو كانت كانت الحضاره تاع الهنود الحمر جاو من بعد الانسان ما يسمى الانسان الابيض دونك ما بناش شي حاجه داك البنايات اللي بدا يلاه بناها في 1700 1800 يعني ما كاينش شي مونيمون اللي كيعودوا القرون اللي هي كثيره ولا جينا نشوفوا الاستقلال تاع امريكا وقتاش كان الاستقلال لامريكا كان 1788 يعني تما بدات الحضاره ديال امريكا اللي كنعرفوا دابا حيت قبل شنو كان امريكا الشماليه امريكا الجنوبيه جمهورين هنا ديمقراطيين هنايا لو نور اي لو سود كيضربوا مع بعضياتهم داكشي نتاع الكوبو وداكشي نتاع الهنود الحمر يعني ما خلاوش دي باتيمون مي عاد من بعد يعني حتى القرن 18 عاد ولاو كيبنيو بطبيعه الحال دونك لي فيل نتاعهم نربطو كيبنيوهم بواحد الطريقه اللي هي حداثيه شي حاجه اللي هي جديده شوفوا نيويورك تجي تقلب على نيويورك علاش ما تاريخي ما تلقاهش بوكو باسكو نهار بدات المدينه كي بدات المدينه وهي طالع كتلقى واحد المأثر التاريخي واحد البنايه في عمرها قرن ولكن الكابيتاليزم الراسماليه ما عندهاش علاقه بلي سونتيمون حيد لي داك المأثر التاريخي وبني لي واحد ناطحه سحاب بغينا الفلوس دونك هذا هو الموديل امريكان سي كوم سا الموديل امريكان في لي فيل الوغ لا فيل امريكان اون اميريك دو نور لا بليبار دي فيل سو ماركي بار لوبوزيسيون انتر ان داون تاون اي ان بيريفيري اللي هي ريزيدونسييل داون تاون شنو قصد بها Oui. C'est le mot américain. C'est ma carte de crédit. Donc, par exemple, يعني كلقى عندنا مدن بحال مراكش هيستوريك. هما ديما كتلقى عندهم داك الطابع اللي تكنولوجي اللي ديفلوبمون كاين عندهم بزاف من ناحية التوريزم. Merci beaucoup. الله يعطيك الخير. Donc, résumé de ce que nous avons dit, c'est la réalité. Donc, au niveau de l'Amérique. كوم جي دي كوم تا دي مادموزيل شيماء بيان سيغ ما كيكونش عندنا تما كاين مجموعه ديال 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 لي مونيمون هيستوريك حتى الا كان شي مونيمون هيستوريك راه ماشي ما كاينش راه كاين مي العمر نتاعو شحال غادي نجيو نسولو نشوفو مثلا لاميريك نقول لك اودي بين اقدم البنايات اللي كاينه في لاميريك اللي هو البيت الابيض وقتاش تبنى قلب عليه وقتاش تبنى تبنى من بعد 1788 هو الاستقلال ديال لاميريك اللي هو تما كاين بدا اول رئيس امريكي باش داروا لي البيت الابيض يعني تما كاين يلاه بداو لي مونيمون يعني من 1800 قلت تقريبا 1900 مي باغ اكزومبل حنجيو نشوفوا حنا عندنا القراويين او ماروك راه قرن
200 سنه غنمشيو كما قلنا الاهرامات غادي نمشيو نشوفوا برج مائل برج مائل اللي كاين في ايطالي غادي نشوفوا لا تور ايفيل غنشوفوا جو سي با كوا بودا ولا مايا ما عرفش ممكن نقلنا واحد الصوره عندي تما كاين ذاك بمعنى لي مونيمون اي سو تري زونسيان بارابور لعندي فيل اللي هما امريكان اللي كتبناو كيتبناو على واحد الحاجه انا قلت واحد الكلمه اللي كتسمى الكابيتاليزم الراسماليه ناس بناو دوله كلها جديده وكلها كتطور وكلها كتستعمل التكنولوجي يعني ما نقدر ماشي نقول ما كيهمهمش التاريخ مي فريمون ما كيهمهمش التاريخ نيت لواحد الدرجه كبيره بوكو باسكو ما عندهمش هذوك لي مونيمو وهما اون بوبولاسيون اللي هي مودرن الوغ لي زاميريك اولا لي فيل لاميريك دو نور امريكا الشماليه سورتو الامريك Les États-Unis sont marqués par l'opposition entre un downtown et une périphérie résidentielle. Oui. C'est l'écran que tu veux, Shandy. Et n'y tient pas de mouchki. Je ne sais pas si tu veux, ou tu veux. Je ne sais pas si tu veux, mais tu veux. Je ne sais pas si tu veux. Je ne sais pas si مسعود ديكونيكتا تكونيكتا جرب هذا هو الحل كيكون انسان مريض كتقول له نعس غتولي ديكونيكتا تكونيكتا جرب الوغ دونك جو في كونتيني اون اتوندونس مسعود انه يقاد لا سيتوياسيون نتاعو الوغ قلنا عندنا ان داون تاون اي بيريفيريك ريزيدونسييل شنو هو الداون تاون هو سونتر فيل داون تاون هو سونتر فيل مركز المدينه داكوغ هاد مركز المدينه هذا كيفاش كيكون هاد المدينه كاين عندنا مركز المدينه وكاين عندنا لي بيريفيري ريزيدونسييل مركز المدينه تيكون فيه السكان الناس ما كيسكنوش كيمشيو كيخدموا اش كيديروا كيرجعوا بحالاتهم فين بلاصه كيرجعوا لي بيريفيري شنو هما لي بيريفيري هما الهوامش ولا المناطق المحيطه داكوغ يعني مركز المدينه كيكون تجاري هيا غنشوفوها دابا عندنا هنايا تيكون فيه سكون ابل سي بي دي اللي هو سونتر بيزنس ديستريكت يعني دي سونتر كوميرسيو سير نيويورك هذوك الناطحات السحاب راه ماشي عمارات ديال السكنه هذوك عمارات ديال شركات بمعنى عام بونابورت التخصص نتاعهم دونك الناس باش يخدموا تما كيسكنوا في مناطق اللي هي بعيده كيستعملوا المترو كيستعملوا الترام كيستعملوا البوس كيستعملوا لي طاكسي كيستعملوا لي فواتور نتاعهم باش انهم ينقلوا الاماكن تاع العمل نتاعهم دونك كاين عندنا الداون تاون اللي هو سونتر فيل وكاين عندنا لي بيريفيري ريزيدونسييل المناطق اللي هي سكنيه محيطه ذاك سونتر فيل دونك كيما قلنا كيكون ماركي معروف شكون ابل ان سونتر ان سي بي دي اللي هو ان سونتر دو بيزنس ديستريكت داكور ان سونتر كوميرسيال تقليه تجاريه اي ابري او كيما كيتسمى ان سونتر كوميرسيال او لا ان كارتي دي زافير كارتي دي زافير منطقه تاع الاعمال اي دي كارتي غيتو لي كارتي غيتو شنو هما لي غيتو لي غيتو دونك هاد لي غيتو هذا قبل كانت عنده واحد السمعه مازال لحد الان هاد الغيتو هو استمو امريكان داكور تقدروا تشوفوا مثلا في لا فرانس كا اكزومبل في لا فرانس في لي غروند فيل شنو كنلقاو كنلقاو المدينه كنلقاو الناس اللي دايرين لاباس كنلقاو الناس اللي مويامو كنلقاو الناس البوفري العمال لي زوفري فين بلاصه كيسكنوا كيسكنوا الهوامش كيتسموا لي غيتو وهذوك لي غيتو غالبا كيكونوا مناطق اللي فيهم بزاف كتكثر فيهم الجريمه كتكثر فيهم المخدرات كتكثر فيهم يعني جميع الانواع نتاع الجرائم تيكونوا تما كاين بوكو باسكو كيكونوا تما كاين اغلبيه الناس الساكنين كيكونوا ديك الطبقات الاجتماعيه اللي هي فقيره وكتلقاهم كيسكنوا في عمارات ماشي في ديور كتلقاهم كيسكنوا في عمارات اي جو بونس كو فوزافي ان فيلم سميتو ديستريكت 13 ديستريكت 13 بين الافلام اللي كانوا دوزو في لا فرانس وهذا الفيلم هذا كانوا داروا غير باش الا تذكرتوا تفرجوا فيه فيلم داروا فيه واحد داك الريضه نتاع الباركور واحد الجوج شدوهم ومظلومين وكينقزوا وربما دايرين واحد المنطقه ما غاديش يدخل لها عصابات فيهم عندهم الاسلحه نتاعهم اللي داخل معروف واللي خارج معروف يعني هذاك ان اكزومبل ديال الكيتو شنو كيسكن تما كاين كيسكنوا دوك الاشخاص اللي كيكونوا بعاد على السونتر فيل يعني كيكونوا اشخاص اللي هما غالبا في الامريكا كيسكنوا فيهم لي زاميريكان لي نوار
ودوك الاشخاص اللي كيكونوا فقراء داكور لي بوفري هما اللي كيسكنوا في دوك الهواميش تما كاين. دونك لي كارتي غيتو ريزيستون دون لونغ هيستوار ديميغراسيون. اسمع ريزيستون ريزولتون باردون دون لونغ هيستوار ديميغراسيون. دونك شنو اللي كيسكنوا في دوك الهواميش في دوك لي غوتو؟ حنا كحنا تنقولوا الاحياء الصافح في المغرب كاريان. ميرسي بوكو كاريان احياء الصافح. دونك شنو كيسكن تما كاين احياء الصافح؟ الناس اللي كيهاجروا من الباديه وكيمشيو باش يقلبوا في المدينه فين يخدموا، او الاشخاص اللي كيهاجروا من واحد المدينه صغيره لواحد المدينه كبيره ما كيقدروش يعيشوا في المدينه في الهواميش نتاعها، دونك كيمشيو كيسكنوا في هذوك الاحياء الصافح. دونك حنا عندنا احياء الصافح القصدير داكا ودافع كبير، هما تما كاين عندهم عمارات داكا كيتسمى عندهم القيطه داكا. دونك شكون الناس اللي كيمشيو تما؟ كما قلنا الناس ديال ليميغراسيون، الناس اللي كيديروا الهجره اي دانستالاسيون دون لي كور دو في دو لا بوبولاسيون دو توت اوريجين، بمعنى ان المدينه كتلقى فيها من جميع الاجناس وجميع الاعراق وجميع الثقافات اللي كيكونوا في الهواميش ولا كيكونوا في المدينه في الدوله كامله كيجيو كيسكنوا تما كاين. دونك هادي لا ديفيرونس اونتر لا فيل اللي هي امريكان ولا فيل اللي هي اوروبيان. ام اوروبيان كتهتم بالاستوار، يعني المركز الثقافي نتاعها ما كيكونش مركز تجاري، كيكون مركز ثقافي تاريخي عاد مدور به مركز تجاري، عاد مدور به لي ريزيدون الناس اللي ساكنين في الهواميش. باغ كونتر امريكا ما عندهمش ان سونتر كولتوريل، باغ كونتر عندهم دي سونتر كوميرسيال، دي سونتر اللي هما كوميرسيال بطبيعه الحال. الوغ عندنا ثروازيام تيب دي فيل اللي هما لي فيل دي بيي اون ديفلوبمون، لي فيل او بيي اون بيي دي en développement دول مدن دول اللي هي سايره في طريق النمو. دونك كيتسمو عندنا لي ميغابول، كاين عندنا لي ميتروبول وعندنا لي ميغابول. دونك شنو الفرق بيناتهم سي فو بلي؟ ميتروبول اصغر، ميغابول كيكون اللي هو اكبر. دونك لي بلو غروند ميتروبول سون ريغروبي دون دي فاست فيل présente dans les trois principaux foyers économiques et politiques dominant le monde. Akbar, Akbar, s'il vous plaît. Akbar, c'est les métropoles qui sont des villes qui sont les foyers. Les foyers, comme vous avez dit, Manatek. D'accord? Les foyers qui sont les foyers, les foyers, le monde. Maintenant, il y a l'Amérique, les mégapoles. Finalement, il y a aussi كي عندنا في لاشين في الصين، فينا بلاصه عندنا وسي كي عندنا في سكون ابل اليابان جابون، فينا بلاصه عندنا في لوروب بعض المناطق في لوروب داكوغ. دونك الوغ هادو هما لي فوايي اللي كي دومين لو موند او نيفو ايكونوميك او نيفو اللي هو بوليتيك. ايل كونسونتر لي سونتر دو ديسيزيون اي دوميناسيون، كيتمركزو في هاد لي ميتروبول. شنو كيتمركز؟ القرار اللي هو سياسي اقتصادي مالي بوليتيك ايكونوميك اي بيان سور اللي هو دو فينونس. سو سون دو فاست اسباس اوربانيزي كومبرونون بليزيور اغلوميراسيون فيفون اون سامبواز. دونك هاد سومبيوز باردون، دونك هاد لي غروند فيل هادو كيكشكلوا لنا واحد المجموعه نتاع لي زاغلوميراسيون. لي زاغلوميراسيون هما البنايات، كيما قلنا الميتروبول اللي عندنا في الماروك كتشكل من كازا، من قنيطره، من سطات، من الرباط، من تمارا، من سلام، من واصر، من الصخيره، يعني مجموعه تاع المدن. ربما بارفوا ماشي ربما، راه كتخرج من مدينه كتدخل في مدينه ما كتحسش واش خرجتي من مدينه ودخلتي في وحده اخرى. داكور بوركوا؟ باسكو تما كاين. وغادي نجيو نشوفوا حنا الميتروبول اللي عندنا في المغرب شكون هو. حنا ذكرنا دابا الرباط، كازا، طاطا، هاد المدن هادو شنو كاين فيهم؟ نعاودكم نخليو لو موند، نخليو لو موند. اكبر مراكز الاقتصاد اللي عندنا في المغرب شكون هما؟ كازا، الرباط، قنيطره، سطات، زيد. اكبر مراكز ديال الفينونس، ديال الفلوس، ديال المال، ديال الاستقرار ديال الشركات فين كاينين؟ كازا، الرباط، قنيطره، انسي دو سويت. المركز اللي هو سياسي فين البلاصه كاين؟ الرباط، كازا، انسي دو سويت. بمعناش؟ بمعنى هادوك لي ميتروبول كيتحكموا في البيي كامل، هي كتكون عندك سونتر دو ديسيزيون، مركز القرار. هذا حنا عندنا في المغرب، اما بالوكا في مراكز القرار اللي كيتحكموا في لو موند، في لو موند اونتي. دونك يكونوا سو سون دي فاست سباسيوز بلوزيو اغليميراسيون فيف اون سامبيوز، يعني كيعيشوا في تجانس وفي تكامل.
Le paysage urbain voit se succède presque sans interruption des villes et balagneuses. Donc, je vais vous dire le paysage urbain, manader liya ou la madahir d'il Medina ou la d'il Tamdoun, je vais vous dire que c'est un grand espace. Un grand espace. Et ni que le taril binayat, rematahat sahab, c'est quelque chose de c'est très grand. Donc, il succède. Et ni que le taf le jawanib, dio, da, le rez-de-chaussée, resflé, mahad kalita kat khalim dina, je vais vous dire. Bien sûr, l'imarat va nous être l'achetique au slow, Obama mi et l'amta, Obama, monsieur l'imam. Alors, les voies de communication, chemin les voies de communication. D'accord. Les voies de communication, ça veut dire chemin les voies. Non, les voies. Là, les. Là, tu n'as qu'un mouchkel de connexion. D'abord, l'autre est un mouchkel, mais qu'il y a un mouchkel. Qu'il y a un mouchkel. Qu'il y a un mouchkel. D'abord, tu m'as dit qu'un mouchkel. Partagez avec vous l'écran. Mais dis-moi ce que tu fais avec l'écran. Le module. Ça peut être. L'autre est un mouchkel. Mais bon. Qu'est-ce que tu as fait avec la connexion? Cette connexion. Ah, on a un argent. Ok. Alors, les voies de communication, les voies, vous mettez les axes, vous mettez les axes. Tengoulou la voie avec X. Et on saute. La voie, les voies, le chemin. D'accord. Donc, les voies de communication, elles sont toroq. Les moyens de tawassol bin ash bin s'il vous plaît bin medina ou bin manatak al janibiya ou bin soukan ou bin centre ou la nas li ghaymchiou ykhdmou عندنا des voies de communication li kitmtel f ash imma f les autoroutes d'accord ou la f les voies ferrées huma jen ferroviaire chemin de fer c'est quelque hadidia mais le train ما كينقاش لينا الناس وسط المدينه دونك شنو عندنا اخر دونك انا بحال تنقولوا لي شومان دو فير كيقدروا يستعملوهم لي طران اللي كيديروا ترونسبور اونتر لي في كي عندنا لي مترو وكي عندنا لي ترامواي هادو بثلاثه كيستعملوا نفس السكك الحديد نفس الطريق يعني نفس الماتيريال دونك لي طران كيعطيونا ترونسبور اونتر لي فيل اونتر مدينه مع مدينه بعيده اوكي وما كيوقفش كيبقى غادي يفوق يدمار كيمشي اوكي عندك لو تراموي لا ديفيرونس انت ان تراموي اي واحد لو مترو شنو هي هما كيكونوا بجوج بهم وسط لا فيل مي لو تراموي تيكون فيزيبل تيكون فوق الارض كتشوفو فوق الارض وكيمشي بواحد السرعه اللي هي منخفضه لو تراموي باغ كونتر لو مترو تيكون سوتيران كيكون في الانفاق كنقولوا قطار الانفاق باش كيمشي بواحد لا فيتاس اللي هي كبيره يعني باش ديبلاصا مثلا واحد البلاصه هنا لواحد من الشمال للجنوب في واحد المدينه داكا بلو تراموي تقدر دير مثلا واحد نص ساعه د المكان نص ساعه مي باغ كونتخ بالمترو تقدر دير جوج دقائق ثلاثه دقائق بوركوا باسكو المترو ما كيزاحم واحد كيبقى غادي ديريكتومون سو تيران وي مسيو اشنو الفرق ما بين المترو والصابواي راه هو لا ميم شوز سافواي داكوغ دونك هاد دي اكسبرسيون لي امريكان داكوغ الوغ كيستعمل سرعه فائقه واش فهمتيني كيستعمل سرعه اللي هي فائقه و تيكون كيلعب الدور ديال لو تران كيلعب الدور ديال لو تران يعني كينقلك من مدينه لمدينه ولكن كيستعمل واحد السرعه اللي هي كبيره وكيمشي اما انفاق واحد الجزء منه كيمشي في انفاق جزء منه كيمشي فوق قناطر كيكون معلق اوكي بحال مثلا دابا عندنا في لوروب اون جينيرال كلها في لوروب شنو عندهم دي مترو ياك هاد لي صابوي فين البلاصه كنلقاوهم عندك في لاشين كنلقاو عندك في الجابون داكا دونك من دون ما كيكونوش بعدين مع بعضياتهم ولكن كتلقى واحد خدام مثلا واحد خدام في كازا وساكن في السطات الا مشى في التران يقدر يدير ساعه ونص المكانه ولكن مشى في الصابواي
داكوغ اللي هو بحال الشكل تاع المترو كيمشي فواحد المده اللي هي وجيزه زائد حنا عندنا في لوماروك سيبو بلي نعم هو اللي غنهضر عليه دابا سيبو بلي شباب عندنا في لوماروك كي عندنا البوراق واخا ما كيلعبش الدور نتاع السابوي داكوغ مي سي بريسك لا ميم شوز هو البوراق ينقل المسافرين هاد السابواي ولا المترو كينقلوا اشخاص غادي كينقلوا المسافرين ما كاينش مشكل ولكن اشخاص خدامين واحد خدام في كازا خدام في كازا وكيسكن في سطات اولا خدام في كازا وكيسكن في مراكش موا جون كوني دي بيرسون كيخدموا في كازا وكيسكنوا في مراكش اولا كيخدم في كازا وكيسكن في فاس كيمشي نهار اثنين الصباح وكيرجع نهار الجمعه في العشيه كيدير نافيت في التران كاين اللي كيقدر يخدم من الصباح ويسالي مع الربعه ويرجع بحالاتو ساعتين تاع التران داكو الو ساعتين تاع التران ولكن الا كان عندك السابواي ربما تكون عندك ربع ساعه هادشي لوت ساعه بوكو باسكو لو تران كيمشي بيون غروند فيتاس اللي كتقدر توصل حتى 500 حتى 600 كيلومتر في الساعه بطبيعه الحال والله اعلم نعم راه كاين جي فيو ربما تقدر تسمع واحد البرنامج كان كيدوز في دي ام بي سي وبرنامج كيدوز في بي بي سي سميتو توب جير توب جير واحد ثلاثه د الحماق كيجربوا طوموبيلات عرفتهم دونك سو سون في بي سي يافي اون فوا دايرين تجربه واحد غيمشي بطياره ماشي طياره كبيره نو ها طياره صغيره دوك اللي عندها ديال جوج بلايص واحد غيمشي في تران المسافه نتاع 400 كيلومتر بين مدينه ومدينه بين داك السابواي ولا داك التران ا غروند فيتاس بين مدينه ومدينه شكون اللي سبق واش مول الطياره ولا مول التران مول السابواي وي بوركوا باسكو انطلقنا اش من ساعه غنديماريو مع الوحده هذاك مول التران مول داك السابواي ولا مول داك المترو ولا مول داك التي جي في هو عارف بان راه التران راه غيديماري مع الوحده مشى دخل المحطه قطع البين تاعو طلع في التران ديما راه التران الاخر مشى خاصو يسيل لونغوجيسترومون خاصو يسيل الباكاج نتاعو خاصو يسيل باش يطلع الطياره خاصو يسيل باش تخول لابيس باش ديماري الطياره خاص باش يدير باش يفعل داكوغ ونطلقوا من واحد البلاصه نطلقوا من واحد البلاصه ومشاو كيجريو كل واحد مشى للمطار واحد مشى للمحطه نتاع التران يعني فواحد المسافه وصدق مول التران وصل للوجهه نتاعو حيت الاخر غير هبط فواحد المطار بعيد على المدينه وان فوا في المطار بعيد على المدينه شنو خاصو خاصو يخرج خاصو باش يخرج بعدا للديوانه واش الدور نتاعك واش البلاصه نتاعك اري اري وريقات قلب على الباجاج نتاعك سيل الباجاج نتاعك حتى خرج عاد باش قلب على طاكسي اللي غتخرجو من المطار توصل للمدينه عاد من المدينه وصل للبلاصه نتاعو دونك هذاك اللي مشى في الطياره دا مده اطول من هذاك اللي مشى داك لو سابوي ولا في داك لو مترو ولا داك تي جي في اون جينيرال اللي فون فارق السرعه بمعنى انهم كيسهلوا لنا الماموريه دونك هذه هي لا ديفيرونس اونتر ان مترو و ان ترامواي اي بيان سور واحد لو تران الوغ في هاد ليفي شنو كنلقاو كوم جي دي لي زاكس دو كومونيكاسيون لي زوتوروت لي فوا فيري دو كوب سي تو سو اربان اي كار لي ديبلاسمون كوتيديان جو ان غران رول راه الا كنتي عايش في نيويورك راه الا عندك طوموبيل راه ما عندك والو الا عندك طوموبيل راه ما عندك والو كتلقى نتايا خدام في نيويورك ولكن ساكن 60 كيلومتر بعيد وكتجيب الطوموبيل نتاعك 30 كيلومتر وكتحطها في الباركينغ وتهبط وتشد المترو وتمشي بوركوا باسكو باش تبقى غادي في لومبوتياج وفي الكلاكسون وفي الزحام وفي الروينه وفي ستريس ما غاديش توصل للخدمه نتاعك البلو بار تاع الناس كيحطوا لي فواتور نتاعهم بعادين كيلومترات عشرات الكيلومترات وكيشد لو طرام ولا لو طرام غالبا باش كيوصل لو طرافاي نتاعو في دقائق اللي هي معدوده ان فواياج نتاع 5 حتى 10 ديال الدقائق في المترو ربما يكلف لك ساعتين المكان وسير غير انت في كازا غير انت في كازا من عندك الناس اللي كيمشيو لكازا وركبوا في الطرام ماشي في المترو في الطرام كيمشي ب 30 كيلومتر في الساعه ولا 40 كيلومتر في الساعه ماشي بشي سرعه اللي هي فائقه ولا شديتي الترام والطاكسي ولا الطوموبيل نتاعك انطلقتوا من نفس البلاصه من هذه المحطه هذه باش تمشيو للمحطه الاخرى نتاع الترام داكوغ ولا مدينه واحده بلاصه اخرى الترام غتوصل وتمشي تعاود ترجع وتعاود تمشي وتعاود ترجع ربما ثلاثه د المرات عاد غتوصل بالطوموبيل نتاعك ولا بالطاكسي باش كتكون الطريق طويله اي سورتو لو الزحام لومبوتياج دونك هذا هو المعنى تاع الشيء اللي درنا عليه عندنا لي ميغابول اللي معروفين في العالم كامل لي ميغابول وليد بتخرج ولا شنو بقى ساعه ثلث ساعه نص ساعه ان شاء الله دونك لي ميغابول اللي كاين عندنا تخوا تيب ديال لي ميغابول كاين لي ميغابول اللي هما جابوني داكور
كاين عندك المنطقه نتاع طوكيو ناكازاكي دونك كا اكزومبل، كاين عندنا الميتروبول لا ميغابول نتاع امريك اللي كيربط بين جوج ديال المدن، جوج المدن كبار مي وسط منهم، وسط منهم كاين داكو اللي اونتر بوستون اي فيلادلفي. عندنا ميغابول اللي هو اوروبيان، كاين عندنا في مجموعه نتاع الدول اللي هي سوا في غراند بريتان او اللي عندنا في لا فرانس داكا او اللي عندنا في الالماني او اللي ميم عندنا في الانجليز. دونك شنو كيستعملوا؟ كيستعملوا كوم جي في، عندنا تي جي في. شنو تي جي في؟ اللي هو دي تران ا غراند فيتاس، دي تران ا غراند فيتاس. اي اون بارلو على لي تران، اون بارلو لي تران، عندك في اوروب كاينه اطول شبكه نتاع لي تران كاينه في العالم اللي كتمر بمجموعه نتاع الدول. في الصين عندهم اطول مسافه، ولكن في اوروب عندهم اطول اونيفو نتاع الدول. كاين تران كيديماري من البرتغال، راكم عارفين ربما الخريطه نتاع اوروبا، كيديماري من البرتغال كيمشي لاسبان، من بعد اسبان كيمشي لافرانس، من بعد لافرانس كيمشي لالمانيا، هولندا، كيقدر يوصل حتى لي بيي سكونديناف، حتى عند السويد ولا الدنمارك. داكا يعني واحد الخط اللي هو طويل كيمر على مجموعه نتاع المدن. عندنا لي ميغابول كونسونتر لي زوم اي لي زاكتيفيت. pardon Alors, وزير الخارجية. تفضل. ما انت مال جروب ثاني غير خطأتي هاد النهار جيتي معنا. داك انا كنشوف الناس غادي متبعين شي واحد طلع قدر واش كنقولش شكون متبعين؟ شكون هاد المعلم بانت لي الطوموبيل غادي ما توقعتكش نتايا صراحة انا توقعتي. ها؟ اي راه شفت انا ملي. اي شفتو انا تما كاين وشفت الناس الاعيون متبعاه هنايا. يعني هاد الترجم هذا ما مخرجش الترجم هذا. خصنا نسبغوه، نسبغوه، صباح كحلة. اوكي دونك في لي ميغابول اي سو كونسونتر لي زون لي زاكتيفيتي. تفضلي اختي. OK. S'il vous plaît, une question, s'il vous plaît. احترموا الناس اللي عن بعد. داكور. تفضلي يا مدموزيل. اها. اه. OK. سؤال زوين ينم عن تتبع الاحداث وجادور بحال هكا. داكور. لا ماشي جادور انني كنت في ريبوند على لي كيسيون بحال هكا، ولكن جادور لي بيرسون اللي كيتبعوا لاكتواليتي. داكور الجديد شنو واقع في لو موند اونتي باسكو الافلام والفيسبوك وداك الشيء راه سا سي بيان. عندك باش ان لا غروند بريتان ان غادي تخرج من الاتحاد الاوروبي، كانت مفاوضات راه من 2016 وما في مفاوضات. يعني في 2016 دار استفتاء ولقاو عندك تقريبا 51% نتاع لي بريتانيك بغاو يخرجوا من لونيون اوروبيه. سالينا داروا استفتاء من 2016 حتى 2021 تقريبا 5 سنين وهما اش كيديروا؟ هما كيتفاوضوا لدرجه لدرجه لدرجه. ولا كنتي متبع الاحداث شنو غتلقاي؟ غتلقاي بان بريطانيا اول مره في سنوات ربما في التاريخ نتاعهم داروا الانتخابات. شنو وقع؟ هذيك الرئيسه نتاع الحكومه قدمت الاستقاله نتاعها. بوكو؟ باسكو ما قدرش تلقى تفاهم مع الاتحاد الاوروبي. داكوغ ما غاديش نقولو غنبقو عليها حيت مرا ماشي هذا المعنى تاعنا، مي بقات كدرس كدرس واحد اللحظه حبسات قالت لهم هذا لله الله يعاونكم قدمت الثقه تخرجت تما كاين داروا الانتخابات طلع الرئيس جدا هذا مشعكوك هذا داك دائما كيف كينضم الفراش كيجي البيت الابيض نتاع الانجليز. داكوغ دونك مفاوضات المده تاع 5 سنين وفي هذه المفاوضات سكو جي في سكو جي لو يعني الاتفاقيه باش تخرج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي الاتفاقيه فيها 1000 ورقه اكبر اتفاقيه في النهايه نتاع الورق فيها 1000 ورقه وكل شيء مكتوب واشنو كي واشنو يعني مفاهمين على جميع الشروط مفاهمين على جميع الشروط الا بين مجموعه الشروط. بالنسبه لذاك الخط بالنسبه لذاك الخط راه غايب ما يمكنش نقطعوه نجيو نقطعو حنا تك تك نقطعو بين فرنسا وبين الانجليز نقطعو بالمقص ونقولوا صافي نتوما بقاو هنا نتوما بقاو هنا نو ولكن شنو غيولي؟ غتولي حوايج اخرين غتولي انت جاي انت انجليزي جاي عندنا فرنسا علاش؟ كما حنا كيجي عندنا فرنسا ولا كيجي عندنا واحد الدوله كنقول لي اري الباسبور نتاعك عطيني نتفاهموا انا وياك عطينا الفيزا عطينا هذه عطينا هذه حتى هما غيديروا بحال هكاك ما غاديش يطلبوا الفيزا من انت غادي لاش غادي تما بوركوا ما غاديش تولي عندك الحريه نتاع لو فواياج ودخل الاشخاص
غيولي عندك باش تمشي خاصك شروط، ما غاديش تكون عندك لا ليبرتي نتاع الكابيتال راس مال كينتقل من الدوله للدوله بطريقه اللي هي سلسه، ما غاديش يبقاو عندك نفس الحوافز الجمركيه. بحال مثلا دابا لوروب شنو دايرين؟ ما كمثال ماشي الواقع، كمثال ديري مثلا 7% ديال الضرائب، اي سلعه جديده دخلتي للاتحاد الاوروبي 7% بيناتهم، من فرنسا لالمانيا جبتي سلعه من هنا 7% كمثال، كمثال يعني موحدين التعريفه الجمركيه. داك دابا شنو غيولي؟ حنا في الاتحاد الاوروبي عندنا نفس التعريفه، نفس البخي نتاع تاع لي زامبو الضرائب سورتو الجمارك، مي بريطانيا غتجيب لنا السلعه تخلص واحد الثمن اللي هو غالي، تخلص واحد الثمن اللي هو غالي، ووقع لهم مشكل، نمشي معاك بعيد، وقع لهم مشكل او نيفو نتاع جبل طارق. جبل طارق راه الاتفاقيه نتاع البريكسيت باش تخرج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي درت نهار 31/12 مع 11 ديال الليل، في العشرة ديال الليل قبل يعني بساعة وصلوا واحد اتفاق بين اسبانيا وبين بريطانيا بان جبل طارق هي تابعة بحكم تاع بريطانيا ولكن غتبقى تابعة للاتحاد الاوروبي، غتبقى تابعة للاتحاد الاوروبي. ووقعت يعني سنوات هما كيتفاوضوا على داك جبل طارق داك، ولكن في اخر لحظة لقاو الحل. بوكو باسكو باش ان يكون عندك الجمارك ما غاديش تبقى الجمارك نتاع بريطانيا، ما تبقى الجمارك نتاع لوروب في اسبانيا، غادي تهبط تولي دابا ديال تولي جبل طارق. يعني البوليس والقوه الامن والجمارك نتاع اسبانيا اللي كيمثل الاتحاد الاوروبي غينتقلوا يمشيو للمطار ويمشيو للميناء نتاع جبل طارق. دونك هذه كانت كتشكل واحد العقده بين اسبانيا وبين بريطانيا، حيت هذه كتقول نتاعي جبل طارق نتاعي، الاخرى كتقول نتاعي المغرب تيقول لك نتاعي. دونك كانت بيناتهم واحد 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 الكونفلي. الوغ الحاجه اللي غتكون او نيفو جوست نتاع لي ديبلاسمون نتاع السلعه ونتاع الاشخاص، يعني غنزيدوا الفلوس بيدخل مارشانديز كنتي كتدخلها ب 7% تاع الضرائب، دابا غتولي تدخلها ب 20%. حنا بريطانيا بغيت تصدر لعند اوروبا السلعه غتصدر بالقده والقد داك. دونك الوغ بريطانيا باش ما توقعش في مشكل شنو درت؟ سبقات الاحداث ودار اتفاقيه مع لو ماغ شاف ايه اكسكيوز مو désolé. On va continuer, chabab, ma bqa walou. Donc Amina, j'ai oublié le sujet ou la salit. J'ai oublié. Amina, j'ai dit que ça m'a touché les bris. Où j'ai dit, j'ai chaybo ou la mziana. Là, on, d'abord, nous, on dit chaybo. Arti, علاش? Quand tu es face à moi.
اتخذي المعلومه ولكن دابا كدير بحال هكا معذبه كتاخذي المعلومه جيتي معذبه داكا الوغ لي ميغابول كونسيرن كونسونتر لي ميغابول كونسونتر سي فو بلي سي فو بلي كونسونتر لي زون اي لي زاكتيفيتي في الميغابول كيجمعونا جوج الحوايج شنو هما بنادم البوبل الشعب لا خينتي الناس زائد كودر لي زاكتيفيتي حيت ما يمكنش يكون عندنا واحد التجمع سكاني اللي هو كبير وما كاين ما يدار دونك فوالا دونك لي زاكتيفيتي كتجيبو لنا ما شاء الله عليهم شجعوا الناس دونك انا شجعتك تبارك الله عليك الاخت مديحه تبارك الله عليك ما شاء الله دونك التجمعات السكنيه خص يكون عندها انشطه اقتصاديه وانشطه اقتصاديه خص يكون الناس اللي غادي يخدموا فيها بطبيعه الحال لي ميغابول سون ديز اسباس سونترو علي شيز اللي هما مونديال راه ماشي كلشي الدول عندهم دي ميغابول ولا دي ميتروبول كاين دول اللي هي قليله داك مثلا الدول اللي فيها لي ميتروبول بزاف ولا هما دول دول عباره عن دي ميتروبول الكويت قطر الامارات هما دول عباره عن ميتروبول كتخرج من ابو ظبي كتلقى العين كتلقى راس الخيمه كتلقى دبي كتلقى الله اعلم يعني مدينه عطيه المدينه ربما حنا عندنا مثلا دابا عندنا الرجاء البيضاوي الوداد البيضاوي الاتحاد طنجة وجدة مراكش يعني فروق ديال المدن كل مدينة فين هما كتلقى مدينة كل حي عنده فريق وفريق دوك حنا عندنا بطولة ديال الأحياء هما البطولة الوطنية تاعهم كدولة البطولة الوطنية تاعهم محترفين هي بحال البطولة ديال الأحياء عندنا حنايا باسكو كل مدينة مدن صغار مدون صغار ودولة صغيرة ومهم اوتر بارونتيز ابقى لينا والو هاد لا بارتي هادي وغادي نساليوها بريزونتي لي فورم دو توريزم براتيكي دون لي اسباس لي هما اوربان انواع تاع السياحه داكوغ دون لو توريزم باردون دون لي اسباس لي هو اوربان في المناطق الحضاريه اشنو كنلقاو التوريزم اوربان سي فو بلي كنلقاو التوريزم اللي هو اوربان فالتوريزم اوربان اللي هو السياحه اللي هي ديال المدينه السياحه ديال المدينه ولا ديال المدن الحضاريه اوكي اي ان انسومبل داكتيفيتي كو براتيك لي توريست بوندون لور سيجور كورت ولا لونغ اون اسباس اوربان دونك هو السياحه التوريزم اوربان هي لي زاكتيفيتي اللي كيديروا لي توريست فين بلاصه سوا كورت سيجور ويكاند أو لا لونغ سيجور ما عندناش مشكل ولكن كيدار في ان اسباس اللي هو اوربان كيجيو لا فيل كيمشي للمدينه اي غوغروب انسي دي فورم دو توريزم سويفون يعني كنلقاو الشابيتر هو التوريزم اوربان تحت منه العنوان الرئيسي التوريزم اوربان تحت منه داكور كنلقاو التوريزم كيلتوريل باسكو الا جينا نقولوا في المدينه اللي هي ستيل اوروبيه شنو كتلقى راه وسط المدينه كتلقى مركز اللي هو ثقافي وتاريخي بيان سور داك المركز الثقافي التاريخي اش كاين عنده به كاين عنده التوريزم اللي هو كولتوريل دونك فيزيت ديال دي مونيمون دي موزي اكسبوزيسيون اي فيستيفال دونك هذا هو السياحه اللي هي ثقافيه ياك اش رقم هي عندنا لو لودو توريزم لودو توريزم منين جاي لودو توريزم جايه الهام جايه لوديك شنو هي لوديك ايديكاسيون نو لوديك جايه ترفيه لا ماشي ليديكاسيون لوديك ترفيه داكا دونك مثلا تنقولوا عندنا واحد جمعيه بهدف غير ربحي كنقولوا اسوسياسيون بور ان بوت نو لوديك داكا ماشي هنا ما كنقصوش هنا لوديك ترفيهي ولكن كنقولوا كنقصدوا به غير ربحي اوكي الوغ لو دو توريزم هي انشطه ديال السياحيه اللي كتعتمد على لي لوازير مثلا لي بارك داتراكسيون بحال تنقولوا وورد ديزني بحال تنقولوا فلوريدا بحال تنقولوا اورلاندو مثلا بحال تنقولوا لاس فيغاس سينديفال مثلا لاس فيغاس هي كمدينه كلها ترفيهيه Voilà, donc des casinos, des activités, bien sûr, les huma ludiques. Donc alors, تحت tourisme les huma urbain, كنلقى tourisme les huma culturel. كتمشي للمدينة المدينة عندها معالم تاريخية كتمشي تشوفها. أو لا تحت tourisme les huma urbain, كنلقى مدن اللي هي ترفيهية. D'accord?
Et bien sûr, il y a le tourisme d'affaires. Le tourisme d'affaires, bien sûr, il y a le tourisme d'affaires. Il y a des congrès, il y a des séminaires, il y a des conférences, il y a des foires, il y a des colloques. Oui, mademoiselle? C'est de la mode de la ville. Qu'est-ce que vous avez fait pour le tourisme?